أعزائي طلبة طلبات الصف الثاني الإعدادي أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس التربية الدينية هنتحدث اليوم عن يسر الإسلام في الطهارة يبقى موضوع درسنا اليوم عن يسر الإسلام في الطهارة طيب في البداية كده مظاهر يسر الإسلام بتكون في حاجتين في الطهارة وفي الصلاة يبقى مظاهر يسر الإسلام بتظهر في مظهرين هما الطهارة والصلاة هنتحدث اليوم عن مظاهر يسر الإسلام في الطهارة طيب بيقول لي كده في البداية أثناء تجول التلاميذ في المدينة السياحية حان موعد آذان الظهر يبقى أثناء تجول التلاميذ في المدينة السياحية جاء موعد آذان الظهر طيب إيه اللي حصل؟ عندما جاء موعد آذان الظهر قال خالد هو أحد التلاميذ نحن في فصل الشتاء الجو شديد البرودة كيف نتوضأ يبقى قال خالد هو أحد التلاميذ نحن في فصل الشتاء والجو شديد البرودة كيف نتوضأ ؟ فقال المعلم لقد يسر الإسلام كثيرا من الأحكام تخفيفا عن المسلمين ورأفة بهم يبقى الإسلام خفف عن المسلمين كثيرا من الأحكام رأفة بهم وتخفيفا عنهم وكده لما أجي أسألك وأقولك لماذا يسر الدين الإسلامي كثيرا من الأحكام على المسلمين تخفيفا عن المسلمين ورأفة بهم طيب يا ترى ايه مظاهر يسر الاسلام في الوضوء سال خالد كيف نتوضا تعال نشوف ايه يسر الاسلام في الوضوء يسر الاسلام في الوضوء او مظاهر يسر الاسلام في الوضوء انه في حاله عدم وجود ماء اجاز الاسلام التيمم يبقى في حاله عدم وجود ماء اجاز الاسلام الايه التيمم طيب يعني ايه معنى كلمه التيمم التيمم هو الايه المسح بالتراب يبقى التيمم هو المسح بالايه بالتراب وطبعا ليه شروط وليه ايه وليه سلوك معين بيتعامل به طيب نكمل مع بعض ايضا من مظاهر يسر الاسلام في الطهارة ان الاسلام اباح للمعذور وغير المعذور المسح على المسح على ايه المسح على الخفين وايضا المسح على الجبيرة والمسح على العصابة والعصابة هي رباط الايه رباط الرأس او ما يشبهه معايا كده يبقى ايضا من مظاهر يسرى الاسلام في الطهاره انه اباح المسح على الخفين والجبيره والعصاب. بيقول لي يغني هذا المسح عن غسل الرجلين موضع الجبيره والعصابه يبقى المسح ده يغني عن غسل الرجلين والجبيره والعصابه. تعالوا ناخد سؤال المتفوقين مع بعض. ما حكم المسح على الخفين او الجوربين؟ نرجو الاجابه من خلال التعليقات على الفيديو. طيب لي هنا فعن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في يوم من الأيام خرج لحاجته تبعه المغيرة بإداوة والإداوة هي وعاء للماء فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين وده يأكد لنا المسح وحكم المسح بيقول هنا يكون المسح جائز متى يكون المسح جائزا في الاقامه وفي السفر يبقى المسح يكون جائز في الاقامه وفي السفر متى يكون المسح جائزا طبعا لسه قايلينها في الاقامه وفي السفر بالمده مده المسح قد ايه بيقول لي ثلاثه ايام للمسافر ويوم وليله للمقيم يبقى لما اجي اسالك ما مده المسح على الخفين ثلاثه ايام للمسافر ويوم وليله للمقيم طيب وده حديث شريف بيأكد لنا مده المسح فعن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للايه؟ للمقيم. شروط المسح على الخفين أو الجوربين لبس الخفين أو الجوربين على طهارة مائية أن يكون الخف أو الجورب طاهرا سميكا غير رقيق أو شفاف. يستر الخف أو الجورب القدم مع الكعبين يبقى شروط المسح على الخفين لبس الخفين أو الجوربين على طهارة مائية يكون الخف أو الجورب طاهرًا سميكًا غير رقيق أو شفاف يستر الخف أو الجورب القدم مع الكعبين تعالوا كده ناخد سؤال المتفوقين مع بعض اذكر شروط المسح على الخفين نرجو الاجابه من خلال التعليقات علي الفيديو طيب تعالوا بقى ناخدوا ايه هي مبطلات المسح يعني متي يكون هذا المسح غير ايه غير صحيحا مبطلات المسح بيقولي من مبطلات المسح حدوث ما يوجب الغسل كجنابه او حيض او نفاس تاني حاجه خلع الخفين او احدهما او حدوث خرق فيهما ثالث حاجة انتهاء مدة الايه المسح يبقى تاني كده انا عندي مبطلات المسح ثلاث حدوث ما يوجب الغسل كجنابة او حيض او نفاس خلع الخفين او احدهما او حدوث خرق فيهما وانتهاء مدة الايه المسح لو في اي شيء من هذه الاشياء يكون المسح ايه باطلا وغير صحيحا تعالوا كده ناخد مبطلات الوضوء مع بعض ما يخرج من السبيلين كالبول والغائط والريح. زوال العقل سواء كان بالسكر أو الإغماء أو الدواء. مس عضو التناسل بباطن الكف أو الأصابع دون حائل. النوم المستغرق الذي يزول معه الإدراك. كل ده لو حدث يبقى دي إيه يبقى الهدوء كده إيه باطل. اذكر اثنين من مبطلات الهدوء: مس عضو التناسب بباطن الكف او الاصابع بدون حائل، النوم المستغرق الذي يزول معه الادراك، تعالوا كده ناخد سؤال المتفوقين مع بعض، اذكر مبطلات المسح ونرجو الاجابه من خلال التعليقات علي الفيديو طيب تعالوا كده ناخده مع بعض اخر حاجه كيفيه مسح المتوضئ على الخفين او الجوربين ازاي المتوضئ يمسح على الخفين او الجوربين طيب اول حاجه يضع المتوضئ اصابع اليد اليمنى بعد بلها بالماء على مقدم خف او جورب الرجل اليمنى يبقى يضع المتوضئ اصابع اليد اليمنى بعد ان يقوم ببلها بالماء يضع على ايه على مقدم مقدم يعني مقدمه يعني بدايه خف او جورب للرجل الايه؟ الرجل اليمنى طيب ثاني حاجه يضع اصابع اليد اليسرى على مقدم خف او جورب الايه؟ الرجل اليسرى طيب يمر بالاصابع الى الساق فوق الكعبين يبقى لازم يمر بالاصابع الى الساق فوق الايه؟ فوق الكعبين ويفرق قليلا بين الايه؟ بين الاصابع يفرق قليلا يعني يضع مسافه يعني يخلي في مسافه ايه ما بين الاصابع بحيث ان تدخل المية ما بين الايه ما بين الاصابع ويكتفي بمرة واحدة عند الايه عند المسح يبقى بيكتفي عند المسح بمرة ايه بمرة واحدة يبقى تاني كده كيفية مسح المتوضع على الخفين او الجوربين رقم واحد يضع المتوضع اصابع اليد اليمنى بعد بليها بالماء على مقدم خف او جورب الرجل اليمنى تاني حاجه يضع اصابع اليد اليسرى على مقدم خف او جورب الرجل اليسرى ثالث حاجه يمر بالاصابع الى الساق فوق الكعبين ويفرق قليلا بين الاصابع ويكتفي بمره واحده عند الايه عند المسح وده كان درسنا اليوم الى لقاء اخر مع درس جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته